كسب في المهمه الاولى. نبتدي على طول بقى في الاسئله الثانيه بتاعتنا اللي بيرد عليها مالك وتيم وتيم وحلق بس. عندكم وسائل مساعده اوكي؟ فاكرينها ولا افكركم بيها؟ لا فاكرين. استدعوا لي امر، هتسالوا بابا او ماما مره واحده او هتغنوا اوكي؟ ماشي. صح ولا غلط الاسره دي احمد عز اطلق عليه لقب امبراطور السينما المصريه، صح ولا غلط؟ غلط. برافو. عارف مين؟ صعبه شويه. ماشي، هو احمد زكي. يلا. تدور اعمال محمد هنيدي في اطار كوميدي، صح ولا غلط؟ صح. برافو. طيب السؤال هنا، الخليه العصبيه هي وحده بناء الجهاز العصبي في جسم الانسان، صح ولا غلط؟ صح. برافو. اوكي. طيب السؤال، الاسره دي الرئه عضو في جسم الانسان تعمل على ضخ الدم، صح ولا غلط؟ غلط. امال ايه؟ القلب. برافو. ايه الحلاوه دي؟ عشان مذاكرين والله، مذاكرين وشاطرين. طيب بما انكم حلوين وطعمين كده، تعالوا نخش على المهمه الثانيه. اختاروا حد. ايوه، نطوا كده. حضرتك اقف عند الفريق الاصفر بتاعك. ايوه. المفروض ان انتوا بصوا شايفين كده، ايه دي واحده، دي ثانيه، دي الثالثه، لحد ما توصلوا. هنشوف مين فيكم هيوصل اسرع من غير ما يقع. زي احنا لازم ننط واحنا بنروح كده؟ انتوا لازم تعدوا من الاقماع دي، وبعدين تيجوا تعدوا من الاقماع دي، وبعدين تيجوا تعدوا من الاقماع دي، لحد ما توصلوا بين الاقماع الاخير. اوكي؟ جاهزين؟ جاهزين. ريدي ستادي اند جو. برافو برافو برافو. ارجعي تاني، ارجعي تاني. يلا روح. حلا، حلا اللي كسبت. برافو حلا والله. بعد بقى البهدله اللي حصلت في المهمه الثانيه، بس برافو عليكم مالك وحلوله. تعالوا بقى على طول نخش على الاختيارات. جاهزين؟ جاهزين. برضو الصغيرين بس اللي هيجاوبوا، وافكركم ان انتوا عندكم وسائل مساعده. أوكي. السؤال للاسره دي الاول. يلا هنا، صناعه الفخار من الصناعات البسيطه ولا الصناعات اليدويه ولا الصناعات الحديثه؟ فخار الحديثه. لا هي اليدويه. بس يا ماما احنا سامعينك كلنا، فاهمه؟ ما تحاوليش تعملي حركات دي. ماشي اوكي. الاسره دي يلا بينا. صناعه الالات من الصناعات الحديثه ولا الصناعات البسيطه ولا الصناعات اليدويه؟ الحديثه. ايه؟ ذاكروا انتوا، بتذاكروا. اوكي ماشي، نركز في السؤال، نركز يا فيومي. اللون اللي بنحصل عليه عند مزج اللونين الابيض والاحمر بيطلع وردي اللي هو بينك ولا اصفر ولا اخضر؟ بينك. ايوه، امال ايه؟ ماشي. هنا بقى، اللون اللي بنحصل عليه عند مزج اللونين الازرق والاصفر، هل هو الاحمر البنفسجي اللي هو الموف ولا الاخضر؟ بيربل اللي هو البنفسجي. بيربل اللي هو البنفسجي. هو لا، الاخضر. الاخضر ازرق واصفر يطلعوا اخضر. معروفه طول عمرها، معروفه طول عمرها كده. ماشي اوكي. هنا، ايه هو الشيء اللي بيصيح صرخ عند لمسه؟ الجرس، الحيوان، الماء؟ يعني حيوان عند لمسه. حيوان ليه؟ انت عملت له حاجه ده لو عضيته، بس هو الجرس ان شاء الله. اوكي ماشي. شيء يرى وليس له عيون، ايه هو الشيء ده؟ انبوب، المسمار، المرآه؟ المرآه. برافو.